اسبوع الجاي. الله يسعدك. اول ما هخلص القطاعات تعتمد على السنتات، فكاننا هنكمل في السنتات الاسبوع اللي بعده يبقى ده اخر شغل اللي هو خلاص هنشتغل. فانا بغض النظر عن نص الدايره انها تعتبر
الكائن بتاعتي. تمام؟ يبقى انا عندي القاعده عباره عن توازي مستطيلات بالطول اللي هو كام عندي؟ 110 وعرض كام؟ 32 وارتفاع كام؟ القاعده 8 وفي اربع دوائر عرضيه. يبقى انا عندي قاعده عباره عن بليدة اللي هي عباره عن ايه يا باشمهندس؟ متوازي مستطيلات شارب كورنر واربع دوائر على الارضيه. طيب بعد كده ببص على ايه؟ اسطوانه او الدوائر. فاجي ابص اول حاجه عادي الدايره الكبيره اهو نص دايره ومركبها على الارض. نص دايره اهي. فانا عارف ان اسقاطها هيبقى في المسافه الثانيه هي الدايره بيبقى اسقاطها دايره في مسقط ايه؟ مسقطين في المسقطين الثانيين. فادي هي نص الدايره شوف بدايتها ونهايتها واقفين فين؟ شوف بدايتها ونهايتها واقفين فين؟ ادي النقطه دي والنقطه دي لغايه ما وضعت مع القاعده. ابص على اسقاطهم لقيت اهو المستوى ده كده اهو بالشكل ده مستطيل ده. يبقى انا عندي قاعده وعليها قبة نص دايرة نص دايرة قاعدة وعليها قبة نص دايرة يا باشمهندسين والعرض بتاع القبة ماسك نفس العرض بتاع ايه؟ القاعدة بتاعتي. فأنا عندي قاعدة ليها عرض معين عليها نص دايرة قبة كده ليها نفس العرض. طيب بعد كده لقيت نص دايرة هيدن لاين نص دايره هيدن لاين فابتدي اشوف اسقاطها تحت انا عارف ان هيبقى مستطيل. فاجي اشوف بدايتها ونهايتها اسقاطها قدامها ايه؟ لقيته فعلا مستطيل هيدن لاين مستطيل هيدن لاين. يعني معنى كده ايه يا باشمهندسين؟ وليه النص دايره دي هيدن لاين؟ دي بتمثل لي السمك. افهم كده ان دي بتمثل لي السمك. وليكن فور اكزامبل عندي حله في البيت عايزه ارسم الرسم الهندسي قلبتها على الرخامه على وشها بحيث ادي الرخامه بتاعتي ايه؟ قمت حاطط الحله دي الايد بتاعها وادي الايد الناحيه الثانيه وادي الحله. الحله دي عشان اطبخ فيها فلازم تبقى ايه؟ من جوه مفرغه مفرغه. فانا قلبتها على وشها فيبقى في الرسم الهندسي عشان اللي جوه ده يتمثل بايه؟ الهيدن لاين مش مستخبي. الهيدن لاين ده بيمثل لك ايه؟ ده ايه؟ السمك بتاع جدار الحل صح كده؟ وهنا ده جوه هنا ايه؟ هوا فراغ صح؟ نفس الفكره قبه ايه؟ ليها سمك ايه؟ واللي جوه هنا ده المفروض ايه؟ هوا. تمام يا باشمهندسين؟ ايه؟ ادي القبه من فوق وادي الفراغ اللي جوه وادي السمك بتاعها. جيت هنا عايز ادخل جوه القبه عايز ادخل جواها فقمت عامل ايه يا باشمهندسين؟ شايف الكلام؟ فقمت عامل ايه؟ قمت عامل باب نص دايره اهي من قدام بحيث فتحت السمك بتاع القبه بحيث ادخل جوه تحت جوه. قمت عامل اهو اشوف اسقاطها حتى اهو قدامها هلاقي المستوى ده والمستوى ده فتحت باب بحيث ادخل جوه القبه. تاني انا هنا بالنسبه للحل قلبها على الرخام فده الفراغ الداخلي. انا عايزه ادخل ايدي جوه الحله بس من غير ما اقلب الحله يعني على وشها. هل ينفع ادخل ايدي جواها دلوقتي وهي كده وهي مثبته في الرخامه؟ لا. كنت جاي عامل ايه يا باشمهندسين؟ كنت جاي باي حاجه شنيور اي حاجه وقمت فاتح ايه؟ فتح. وقمت فاتح فتح بحيث ادخل فتحه من اول للاخر ماشيه في العرض الكلي بتاع الحل بحيث ان انا اعمل ايه يا باشمهندسين؟ ادخل ايدي جوه الحل بقى وابقى فرحان. فانا بالنسبه لي ايه؟ دي نفس الفكره دي نفس الفكره ان انا عندي ايه؟ ادي القبه ادي السمك بتاع جدار القبه وادي باب فتحته اهو ده المستوى بتاعه فتحته عشان ادخل جوه ايه؟ تحت وقمت جاي عامل فراغ دايره اهو لقيته فراغ اسطواني ماشي في السمك قمت عامل خرم من فوق بحيث بدل ما ادخل ايدي وتخيل الحله من فوق بحيث ابص فيها كده اشوف فيها ايه اللي جواها. تمام يا باشمهندسين؟ فنفس الفكره اللي قعدت هنا قبه وسمك القبه
وش الغرفه بتاعتي تمام وتفتح باب بحيث ان انا ادخل تحت الغرفه. تمام يا باشمهندسين؟ طيب يبقى انا كده عرفت ان في قاعده وعليها غرفه. طيب الغرفه دي نتيجه لسترينث معين او قوه بتضغطها معينه سواء بالاتجاه او الاتجاه، فانا خايف تميل معايا، انا عايزاها تفضل ايه متقوسه بالشكل ده. فقمت عامل ايه؟ عصب شكل انا عايز شكله انه بيبقى عرض في مسقط وزوق في مسقط الثاني اهو. كنت عايز العصب بالشكل ده كده مس او حزم القبه بتاعتي ومسها ونزل الشكل ده من الناحيه دي ومن الناحيه دي اهو. لقيت سمكه ده عرض، لقيت فعلا الايه العصب سمك ماشي من اول لغايه ما مس الدايره وخدها هنا من الناحيه دي. يبقى انا من الاخر عندي قاعده واسطوانه نص غرفه بالفراغ الداخلي جواها وايه؟ ها؟ وعصبين من الجنبين. عايز استنتج بقى المسقط التاني. فانا عايزاها رايت سايد فيو فهيدرس ناحيه ايه؟ الشمال. طيب عايز ارسم الموضوع ده فهيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ اول حاجه عشان هرسم القاعدة. أول حاجة هعملها إن أنا هسقط القاعدة. أنا عندي ارتفاع القاعدة هنا هيبقى نفسه إيه؟ اللي هو كام؟ 8. طب العرض بتاعها؟ العرض بتاعها هيبقى قد إيه يا باشمهندسين؟ العرض ده اللي هو نفس العرض اللي في البلين اللي هو 32، كأني بدور الجسم كده. يبقى 32 في 8. كده القاعدة خلصت ولا لسه ناقصة؟ لسه ناقصة، هي ايه؟ في أربع ورقات اسطوانية هنا أهو. هنا دايرة، هنا مستطيل، هنا كام مستطيل؟ ليه؟ ليه؟ لأن كأني بدور كده. فدول هيجوا كده. فالسنتر ديستنس ما بينهم كام؟ 18. فهاجي في النص هنا هبعد 18 على 2 وأحط سنتر لاين، 18 على 2 وأحط سنتر لاين، وأحط بتاع الدايره. يبقى ادي القاعده وادي الفراغ الاسطواني الداخلي للواقع. بعد القاعده في ايه يا باشمهندسين؟ اللي هي ايه؟ الاسطوان. انا عندي الاسطوان دايره في مسقط ومستطيل في المسقطين التانيين، فنمسكها دايره دايره. الدايره الاولانيه اهي اسقاطها هنا ايه؟ مستطيل. مستطيل ايه يا باشمهندسين؟ بأني عرض؟ نفس عرض ايه؟ القاعدة. يبقى انا عندي على نهايتها اهو اهو قدامها ادي الخط بتاع نهاية الاسطوانة. بادية منين؟ بادية من اول القاعدة، اهي الدايرة نص الدايرة بادية من اول القاعدة وطالعة مكملة. فهي هتبتدي من اول القاعدة. طب دي هتتقفل فين؟ هتتقفل فين؟ مع نفس نهاية القاعدة. ليه يا باشمهندسين؟ عشان خاطر ليه اتقفلت مع نهاية القاعدة؟ عشان حطيت هنا اسقاطها لما شفت لقيتها ماسكة من أول القاعدة أهي لغاية من ناحية دي ومن ناحية المستوى ده هو المستوى ده. تمام؟ طيب أسقطنا أول دايرة. الدايرة بقى اللي بعدها الدايرة اللي بعدها هيدي اللاين هنا نص دايرة. اسقطها ايه يا باشمهندسين؟ مستطيل الهيدن الصغير ده بعرض ايه؟ كاني بدوره هنا كده. يبقى قدامها اهو هيبقى مستطيل، انا عارف انه هيبقى مستطيل بغض النظر عن نوع الخط دلوقتي. مستطيل. طب العرض بتاع المستطيل ده فين او مكانه فين؟ هو هنا بتسقط النقطه دي تشوف ايه؟ لقيته ايه؟ العرض ده اللي هو كام؟ 28 في النص. قيس 28
ليه؟ لان هي اسباب نص تايمز نص ده ونص ده، يبقى هنا يمين وشمال. تمام كده يا باشمهندس، نهايته فين؟ قدام نهايه نص القطر. تمام كده لسه هسقط فين؟ لا كده يا في دايره فوق. انا عندي دايره دي الاسطوانة الكبيرة دايرة والاسطوانة الصغيرة مستطيل، ايه نقطة.
ووصل ما بين ايه؟ خمس نقط. طبعا نقعد نحط ايه في حته تمام؟ عندي رسمة فيها تفاصيل كتير فمش ان انا ابسط بحيث ان انا افهم اول حاجة مش فانسين وبصلها هي ايه؟ قاعدة هل في قاعدة ولا لا؟ في طول كام؟ 174 وارتفاع كام؟ 14 هل هي كيرفت كورنر ولا شارب
لكن هنا الكورنر ده يتعمل ازاي؟ الريديوس 10 هناك يتعمل ازاي؟ ايوه اسمها ايه؟ العمليه الكيرف ده بتعمل بالعمليه الهندسيه كيرف مماس الايه؟ الخطين بوز مماس الخطين بيتعمل ازاي؟ موازي للخط الاولاني على بعد نص قطر القوس اللي هو 4/10 موازي للخط الثاني على بعد نص قطر القوس اللي هو 10 نقطتهم مع بعض في نفس المركز نفسه ده ما يتعملش بالكارنيه ولا يتعمل بايه؟ ولا يتعمل بايه؟ بالمثلث الحته اللي فيه الحلوه دي تمام؟ ما يتعملش ولا بالكارنيه ولا بالمثلث ده بالعمليات الهندسيه يتعامل بالبدل عادي خالص عليه ضرب كل كيرف من ده عليه ضرب وما تضيعش ارفع ضربات من مصر تمام؟ ولسه كلها ولقيت جواها هنا تو
اجي ابص على اسقاطه ولقيت هو اسقاط الهدف. يعني معنى كده ان في ايه؟ حاجه شبه العصب سنداني الاسطوانه الراسيه، بس في ايه؟ فراغ جوه، فيها فراغ داخلي، فيها فراغ داخلي. اول يا باشمهندس ما اشوف حاجه شبه العصب وجواها فراغ داخلي، يعني خوخت، بمعنى كده خوخت. يعني ايه؟ يعني تفقد وظيفتها كعصب. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني مش بتدي سترينس للجسم، مش بتزود متانه الجسم، لا ده حاجه فاضيه هواء من جوه. امال دي بسميها ايه ساعتها؟ بسميها سبورت. مجرد بتسند بديها اسم سبورت، انها بتسند الاسطوانه عشان بس ما تتحركش لقدام تحت تاثير الفرشه. تمام؟ يبقى اي حاجه لقيها شبه العصب عادي فيها فراغ تفقد وظيفتها العصب. هيبان الجزء ده قوي في القطاعات، هيبان الفرق في القطاعات، هنا مش هيبان. طيب نيجي بعد كده هيبان الفرق يعني في المعنى العصب وسبورت. طيب نيجي بعد كده ادي الاسطوانه خلاص انا سندتها من قدام بايه؟ بسبورت مان. برضه في نفس الوقت في فورس بتاثر عمودي على الاسطواني داخل جوه وعكسه. فمعنى كده الاسطوانه هيسموها ايه؟ ها؟ يعني يا تطلع قدام يا تطلع ورا على حسب اللود الاكبر. فانا عايز اخليها راسيه، فقمت عامل نفس فكره السبورت بس عملته ايه؟ من قدام اهو بالشكل ده كده وقمت ايه؟ عامل فراغ داخلي جواه بشكل مدى خالص. تمام كده يا باشمهندس؟ عملت سبورت من قدام اهو بسقاط اهو، وسبورت من ورا اهو، ومشيت فراغ من اول لاخر اللي هو شكل مدى خالص. تمام يا باشمهندس؟ يبقى انا عندي الشكل بتاعه مدى خالص. طب انزلي بقى كده ليه؟ مفيش مايل؟ اه ليه مش مايل؟ هو شكله كده مش لطيف. مش فاهمه اللي هو عامل ايه؟ لا هنا مفيش، لا هنا ليه؟ بصي يا باشمهندس، هي باشمهندس بتقول ليه مفيش سيمتري؟ يعني مفيش واحد زي ده هنا كمان. بنوفر عليك وقت اكتر من كده، ان اللود اللي عند المقسم هنا في الاتجاه ده مش ده كمان. طيب هتعرفوا منين؟
وكل يعني في استهاد قدرها اهو وينزل لغاية القاعدة اهو وتقبل القاعدة شوية اهو بالشكل ده وبعدين يا باشمهندسين ها توبي اند بيست تكمل الفراغ الداخلي هيبقى هو هو قدره 40 واط 16 وبعدين الفراغ الصغير ونقف لغايه ما نشوف بعد كده هيرضع معانا او هيقف طيب ادي الاسطوانه وادي القاعده فاضل ايه؟ سبورت او روابط هنا ده مثلث او نثبته نقطه نقطه بالراحه خالص ركزوا معايا ركزوا اثبته نقطه نقطه النقطه دي مشتركه بس انا خلاص فهمت ان القاعده هي دي يبقى النقطه اللي تبع المثلث هي العرض الممتد هو الصغير ده اللي هو قيمته كام؟ قيمته كام؟ 25 يبقى اجي في النص 25 وده النقطه دي اهو ادي النقطه دي للنقطه دي 25 في النص نيجي للنقطه اللي فوق اهي زيها 25 يبقى هاجي هنا بالشكل ده وهنا كده يبقى الخط المائل في المستوى يبقى ادي المستوى بتاع اسقاط المائل طب نعمل بقى الفراغ اللي جواه النقطة دي اسقاطها ايه؟ ها؟ خط في النص الصغير ده اللي هو كام؟ 10 يبقى هاجي قدامها ادي ال 10 النقطة دي عشان انا باصة كده فانا شايفاها قدام عيني النقطة دي ها؟ برضه قدامها خط 10 يبقى هاجي قدامها خط 10 يبقى الخط الوصل ما بينهم مستوى يبقى اقفل ده مستوى كده واقفل ده مستوى كده ايه اللي ناقص بالنسبة للسبورت ده؟ هو ماشي من اول لاخر فراغ دخل بس خفى جوه الجسم يبقى ساعتها السمك ده هينزل ايه؟ يكمل ايه؟ هيدن لاين هيدن لاين يكمل لتحت هيدن لاين ايه؟ كده انا شايفه المستوى المائل ده اللي هو المستطيل حتى انا لازم لما ادور ده اشوف المستطيل طب بعديه بقى استخبى من تحت استخبى ورا المستوى ده كله طيب ناقص ايه؟ سبورت اليمين والشمال فوق وتحت ده فوق وتحت يبقى هنا هيبقى ايه؟ يمين وشمال لاني بدور الجسم كده فانا عندي بعمل ايه بقى عشان ادور الجسم؟ مش هو باين في النقطه دي وداخل داخل داخل لغايه ما اقطع الاسطوانه في النقطه دي يعني المسافه دي وليكن انا اسميها اكس طبعا هو مش بيداني انا بعد ما ارسم ده بحسها واجيبها يبقى دي اعمل اهو واديها هناك هتبقى فين يا باشمهندسين يمين ولا شمال؟ ها؟ لما اودي البار ده هناك هيبقى هو هيلف هيجي يمين هتطلع بره هي باشمهندسين طالع ايه طالع لبره وطالع لغايه ارتفاع كام؟ اهو من هنا لغايه الارتفاع ده اللي هو كام عند 24 وداخل لجوه مسافه قد ايه؟ اللي هي الاكس اللي انا جبتها من هنا ونزل واقف في هذه القاعده وطبعا عشان مفيش معدن بيدخل جوه معدن فده يتحسب. زيها في الناحيه الثانيه اهو ادي العرض الكلي بتاع النصب اللي جبته من التقسيم. هطلع راس اهو بالارتفاع ده اهو قدام وادخل لجوه بس هدخل لجوه مسافه قد ايه؟ بجيبها منين؟ النقطة دي اللي هي الاكس هو وطبعا عشان مفيش معدن بيدخل جوه معدن فايه؟ شال لسه اسقاط ايه هنا؟ اسقاط الباك هنا دايرة او نص دايرة احنا مستطيل هنا مستطيل من اول لاخر هيدن لاين بالشكل ده وهيقف عنده الهيدن لاين بتاع الفراغ الداخلي ايه اللي ناقص هنا؟ وده واقف هنا صح؟ ايوه
دخل المسألة لحد الناس الأول سواء دخل المسألة لحد الناس الأول
بعد